السلام عليكم طلاب الصف الثالث المتوسط، درسنا لهذا اليوم مسائل حياتية في موضوع المعادلة التربيعية. هناك أكثر من مجموعة مسائل تطبيقات عملية على هذا الموضوع يجب الاستفادة منها. بعض التطبيقات حذفت، ما نعرف احنا السبب لحذفها، مع أننا متواصل مع الموضوع بها فائدة أكثر. قسم منها على صيغة مثال، القسم الآخر على صورة حس عددي. هذه المواضيع البسيطة تحتوي على تفاصيل كثيرة يجب على الطالب معرفتها لحل أي سؤال. ثانيا الاستعانة بالرسم، حتى الطالب يتعود أن المسائل لها رسم، مو كل مرة الحل يكون على شكل حل اعتيادي بدون رسم وكأنها قوانين عادية. يجب اطلاع الطلاب على المسائل الحياتية بشكل تطبيقي، وحتى الاسم الصحيح لها تسمى مسائل حياتية تطبيقية. المثال الأول، قطعة سجاد موكيت مستطيلة الشكل. راح نرسم هذه القطعة المستطيلة بهذا الشكل. حل السؤال الأول SOL، لاحظ بهذا الشكل. رسومات توضيحية الغاية منها بيان فكرة الموضوع. طولها، عرضها، الألفاظ بالعربي للتوضيح، على الطالب أن يتعلم على الكتابات باللغة الإنجليزية حتى يعرف يقرأ مصادر أخرى. لاحظ بهذا الطول 12 متر، 12 متر. العرض 3 متر. في هذه الحالة علينا إيجاد مساحة هذه السجادة. مساحة السجادة تمثل عندنا مساحة مستطيل، فراح يصير عندنا A1 اللي تمثل عندنا مساحة المستطيل اللي هي مساحة السجادة. لاحظ بهذا الشكل الطالب يكتفي بالرمز A1 ويرسم الشكل. يمثل عندنا الطول في العرض، الكتابة بالأعلى بالعربي الطول في العرض، بالأسفل نكتب القواعد 12 × 3 وتبسيطها بهذا الشكل يسوي لنا 36 متر مربع. هذه هي السجادة، قطعت إلى أجزاء، كم جزء مو مشكلة. لتغطية أرضية غرفة مربعة الشكل. شكل الغرفة المطلوب أن نغطي بها هذه السجادة هي مربعة الشكل. إذن عندنا هنا مساحة ثانية A2 تمثل عندنا مساحة الغرفة وأرضية الغرفة. مساحة أرضية الغرفة على شكل مربع معناه طول الضلع فيه نفسه، لأن أبعادها غير معلومة. عندنا X تربيع. الطالب يصير هنا يقرب المعنى بهذا الشكل مثل ما يحلونها بالملازم. نفرض طول الضلع يساوي X، يكتبون بهذا الشكل. نفرض أن طول ضلع الغرفة يساوي لنا X، بدلا أن يرسمها الأفضل هو عملية الرسم. راح أرسمها في هذا المكان. هذه القطعة المستطيلة اللي تمثل مساحة السجادة نريد هنا نغطي بها أرضية غرفة مربعة. لاحظ بهذا الشكل رسم تقريبي للتوضيح. طول ضلع هذه الغرفة X، طول الضلع هنا مربعة، غرفة مربعة. حتى الطالب راح يصير عنده فكرة واضحة عن الموضوع. فهذه تتقطع إلى أجزاء، كل جزء راح يغطي جزء مربع منه، نحصل على
تغطية لكل هذه المساحة. ما طول هذه الغرفة؟ المساحة الأولى تساوي المساحة الثانية. من أذا نستنتج أن A1 تساوي أن A2، لأن المساحة الأولى غطت على اليمن على المساحة الثانية. نحلها بطريقة الرياضيات وحسب موضوعنا لهذا، المعادلة التربيعية وطرق حلها. راح يصير عندنا بهذا الشكل 36 المساحة الأولى تساوي أن إكس تربيع. يجب الحل يكون بقواعد الموضوع نفسه. ناخذ الجذر التربيعي للطرفين، الجذر التربيعي للعدد 36 يساوي الجذر التربيعي للعدد إكس تربيع. الاثنين مع الجذر حتى الطالب يعرف شنو فكرة الرموز وطريقة الاختصار. ونحلل العدد 36 إلى العوامل الأولية. التحليل راح ينتج من عدة 6. ياخذ إشارتين، واحدة موجبة وواحدة سالبة. الجذر التربيعي لأي عدد أحدهما موجب والآخر سالب، وبهالحالة راح يصير عندنا fx يساوي لنا موجب 6 ويمثل عندنا طول ضلع الغرفة 6 متر طول ضلع الغرفة. أور العدد الثاني أن الإكس يساوي لنا سالب 6 يهمل، لأن لا يجوز القياسات هنا بمن بالسالب بالنسبة للأطوال. هذه الفكرة الأولى في الموضوع الأول. مثال جدا بسيط الغاية من عند التعريف الموضوع. ثانيا اطلع على الرسم، ويجب أن يكون الحل بقواعد الموضوع نفسه. طالب آخر ينقل 36 للطرف الثاني ويحل بطريقة الفرق بين مربعين، هل حل آخر صحيح؟ هذا بالنسبة للمثال الأول، لاحظ بهذا الشكل. ننتقل للمثال الثاني. كل الأمثلة أوضحها بالرسم. المثال الثاني لاحظ فكرة السؤال. السؤال أيضا مكرر حتى في الصف السادس العلمي بموضوع آخر بهذا الشكل. قطعة كارتون مربعة الشكل طول ضلعها إكس متر. بالبداية حدد طول ضلعها مجهول. قطعت أربعة مربعات متساوية من زواياها، من زوايا المربع. طول ضلع كل منها 2 متر، وثنيت لتكون صندوقا دون غطاء على شكل متوازي سطوح. لاحظ هنا الفكرة اللي موجودة في السؤال. قطعة مربعة تتحول إلى شنو؟ متوازي سطوح. هناك عندنا مساحات، هنا عندنا شنو؟ حجم. طول، فما طول أو جد طول قطعة الكرتون الأصلية؟ رح أرسم السؤال ووضح عليه القواعد. السؤال بهذا الشكل. قطعة الكرتون مربعة الشكل. الجواب للسؤال الثاني رقم 2 بهذا الشكل. أرسم قطعة الكرتون وأخلي عليها الأبعاد. هذه هي قطعة الكرتون المربعة. بهذا الترتيب قطعة كرتون مربعة الشكل طول ضلعها إكس متر. الضلع اللي بالأعلى، هاي الفكرة مالته، أرسمه أوضحه بالأعلى حتى نوضح كيفية حصول الفرق بالقياسات. هذا القياس منا لهنا يمثل عندنا طول الضلع بالأعلى يمثل إكس. نقدر نكتب عليه هنا طول الضلع، طول الضلع. اللي حصل في هذا الشكل هو الآتي. قطعت منها أربع مربعات متساوية،
بالأجزاء الخارجي بهذا الشكل، أربعة مربعات، المربع الأول، المربع الثاني بهذا الترتيب، إلى الأعلى، لاحظ بهذا الشكل، هذا المربع اللي قطعناه طول ضلعة 2 متر، منها 2 متر من الطول ومن العرض، وهنا 2 متر لكل منهما، فالمسافة اللي متبقية هي هاي بهذا الشكل، هي نفسها x بس نقصت منها 2 ومنها 2، المتبقي هو x ناقصا 4، الضلع الجديد راح يصير عندنا x ناقصا 4، نفسه هو هنا x ناقصا 4، لاحظ بهذا الشكل. الحصل هو الآتي، الناتج اللي حصل لاحظ بعد عملية القطع ثنيت لتكون صندوقا دون غطاء على شكل متوازي سطوحي. الشكل الآخر اللي حصل هو متوازي سطوحي. طريقة رسم متوازي سطوح حتى الطالب يتعلم على الرسم، لاحظ بهذا الشكل. نفس القطعة المربعة صارت بهذه الكيفية. الضلع الأول للخارج بهذا الشكل، لاحظ الضلع الآخر بهذا الترتيب، نرسم ضلع ضلع حتى الطالب يتعلم عملية الرسم بهذا الترتيب، الضلع الأخير بهذا الشكل، لاحظ هذا الخط المائل نفس هذا الترتيب اللي هنا، راح أخليه منقط، هذا الشكل هنا ينغلق بهذا الترتيب، هذا الضلع بهذا الترتيب، هذه المربعات الأربعة لهذا الشكل. المساحات اللي تغطى بهذا الترتيب شوف هذا الشكل، وجه من الخارج وجه من الداخل هناك الجهة الثانية، هذا الغطاء مفتوح من هذه الجهة، من هذه الجهة بدون غطاء، يعني مفتوح هنا بدون غطاء، بين قوسين مفتوح، هاي الفكرة مال هذا الصندوق بهذا الشكل، حتى الطالب أشبه بالمكعب أيضا تقريبا، يقدر الطالب يعتبره بهذا الشكل. ما هو المطلوب من السؤال؟ لاحظ قطعة الكرتون مربعة طول ضلعها x، واحنا عدنا بعد التكوين على شكل متوازي سطوح حجمه، ايش قد حجمه هنا؟ 32، راح نتعرف على حجم متوازي السطوح، حرف v يمثل عندنا حجم متوازي السطوح المستطيلة، يساوي نحاس الضرب أبعاده الثلاثة،
اكس ناقصا 4 مضروبة في اكس ناقصا 4 طول الظل الاول طول الظل الثاني مضروبة في 2. هذه حاصل ضرب ابعاده الثلاثة. حاصل ضرب ابعاده الثلاثة اللي هم الطول في العرض في الارتفاع. الناتج يساوي 32 معطى في السؤال، حجمه 32. القوس مضروب في نفسه مضروب في 2 للأمام، نكتب قدام الخط، صردنا اكس ناقصا 4 تربيع حتى تبقى صيغة الموضوع المعادلات التربيعية. الخطوة الأولى بعد كتابة هذا الناتج نقسم على 2، راح صردنا هنا 16. الناتج صردنا هنا اكس ناقصا 4 الكل تربيع بهذا الترتيب. الطالب هسه مخير بين ان ياخذ الجذر التربيعي ويقدر هنا ينقل للطرف الثاني ويحل الفرق بين مربعين حسب الصيغة الأخيرة اللي كتبنا بصيغة الأقواس إضافة حدود أخرى. فراح صردنا إذا أخذنا الجذر التربيعي صار الجذر التربيعي للعدد 16 يساوي أن الجذر التربيعي للقوس X ناقصا 4. القوس مربع، التربيع مع الجذر لاحظ بهذا الشكل، راح نحصل منه الناتج التالي X ناقصا 4 يساوي أن زائد ناقص جذر 16 4 بالتحليل إلى العوامل الأولية. إذا حصلنا أيضا إجابتين، راح يصير الإجابة الأولى F موجب 4 يساوي أن X ناقصا 4، أنقل سالب 4 للطرف الثاني، لاحظ بالجهة الأخرى راح يصير عندنا موجب 4 زائدا موجب 4 يساوي أن X، ومن عندنا نستنتج أن X يساوي أن 8 متر هذا طول الضلع. فما طول ضلع أو قطعة الكرتون الأصلية؟ أور الجواب الآخر، أور سالب 4 الجواب الآخر الإشارة السالبة يساوي أن الأكس ناقصا 4، أنقل للطرف الثاني صير موجب 4 ناقصا 4 يساوي أن الأكس، الأكس يساوي 0 يهمل، لأن في الحالة معناه ماكو قطعة كرتون في الأصل. هذا هو جواب السؤال الآخر. الرسم مطلوب أثناء الحل حتى الطالب يتعود يرسم. هذا بالنسبة للجزء الثاني. ننتقل إلى المثال رقم 3. في هذا المثال لاحظ الربط بين الحجوم والمساحات، هذا كله مقدمات لمواضيع أخرى يحتاجها الطالب في الصفوف الأخرى مثل الصف الرابع الخامس السادس. معنى الطالب في مراحل متقدمة الأوليات كلها مطلع عليها ويجب أن يطلع عليها بشكل صحيح موضحة بالرسم وحسب القواعد. المثال الثالث، صمم حوض سباحة مربعة الشكل طول ضلع 3 متر في منتصف حديقة. هنا كوفد إشارة لهذا الموضوع، منتصف الحديقة في الوسط. فكانت المساحة المتبقية مساحة من الحديقة والمحيط بالحوض، هذا هو الناتج، فما طول ضلع الحديقة. طريقة الرسم هنا راح تكون بالشكل التالي، راح أرسم الحوض في البداية، هذه الفكرة اللي موجودة واللي أفضل طريقة للحل. خلينا نصورها بهذا الشكل حتى نعرف كلمة فكرة المنتصف. هذا رسم تقريبي يوضح لنا المسألة. طول الضلع 3 متر 3 متر 3 متر. الفكرة مالت السؤال هي بالشكل التالي، في منتصف الحديقة الأبعاد متساوية من الخارج، الأبعاد يكون متساوية من الخارج، لأن البعد منا لهنا يكون نفس المسافة، هاي الإضافة المطلوبة. وكذلك الإضافة الثانية تكون بهذا الشكل. المسائل الصعبة أكثر المدرسين ما يحلوها، يعتبرها ترك، السبب لأنها غير موجودة في الملازم،
الطالب هنا هو المدرس لا يطلع على دليل المدرس لحل الكتاب، كل واحد يستعين بملزمة ويحلها ويعتبرها هي الملزمة القياسية في الحل، وهذا جدا خطأ في بالنسبة للمدرسين المبتدئين أو المدرسين المحاضرين الجدد، بدلا أن يستعين بالكتاب اللي هو دليل المدرس يستعين بملزمة قياسية ويحل عليها ويعتبرها هي النموذج الأصح للحل، هذا جدا خطأ. على المدرس قراءة الموضوع أكثر من مرة للاطلاع على التفاصيل وفهم الموضوع. راح يكون السؤال مالنا بهذا الشكل، هذا الحوض وهنا الحديقة، حديقة محيطة به، احنا نريد لاحظ بهذا الشكل بالمنتصف بالضبط، حددنا طول ظل الحوض 3 متر، طول ظل الحديقة المتبقي لاحظوا مسافة منا لهنا ومسافة منا لهنا، فهنا راح يصير طول ظل الحديقة يساوي لنا 3 مضاف لها x، بدل ما نضيف 2x ونصعب السؤال نضيف x واحد اعتبر المسافة بالمنتصف، نصف x نصف x ردنا 1x، ومن اذا نستنتج ان مساحة الحديقة تساوي لنا مساحة مربع مربعة الشكل، راح تصير اي 1 تساوي لنا 3 زائد x الكل تربيع، نجده مساحة الحوض، مساحة الحوض A2 رمز ثاني صار عندنا 3 تربيع، ونقدر نكتب 9 نبسط الناتج، وأيضا نقدر نفتح هذا القوس. الملاحظة اللي موجودة هنا فكانت المساحة المتبقية من الحديقة والمحيطة بالحوض هي 40 متر، أي أن المساحة الحديقة هي الأكبر، راح صار عندنا 3 زائد x الكل تربيع ناقصا 9 يساوي لنا 40. الفكرة من هذا الموضوع مو فقط قوانين، يريد يربط الموضوع بالمعادلة التربيعية، هنا إما أن ننقل 40 للجهة الثانية ونحل السؤال الفرق بين مربعين، أو نستفاد من خواص الجذور أن ننقل هذا العدد للطرف الثاني ويصير الجواب مالنا بهذا الشكل 3 زائد x الكل تربيع راح يصير عندنا 40 زائد 9، نقل وترتيب صار عندنا 3 زائد x الكل تربيع راح يصير لنا 49، وناخذ الجذر التربيع للطرفين اللي هو 3 زائد x تربيع يساوي الجذر التربيع للعدد 40 49، ومن عندها 2 مع الجذر راح يصير 3 زائد x يساوي لنا زائد ناقصا 7، راح يصير اما اف 3 زائد x يساوي لنا 7، انقل للطرف الثاني راح يصير x تساوي 7 ناقصا 3، ومن عندها حصل ان الاكس تساوي لنا 4 متر. هذه الأربعة متر ينضاف إلها الثلاثة حتى يطلع لنا شنو طول ظل الحديقة، وإذا هنا إذن طول ظل الحديقة راح يساوي لنا 3 زائد 4 يساوي لنا 7 متر بهذا الشكل. الجزء الثاني أور 3 زائد x 3 زائد x يساوي لنا سالب 7، إشارة سالبة، ننقل للطرف الثاني الاكس يساوي لنا سالب 7 سالب 3 الاكس يساوي لنا سالب 10 يهمل، لأن القياسات لا تجوز بالسالب. هاي الفكرة الثانية، ويستطيع الطالب أن يحل هنا السؤال بطريقة الفرق بين مربعين ملاحظة، وإذا فتح القوس راح يصير عندنا طريقة التجربة اللي هي تمهيد للموضوع القادم، يعني هناك أكثر من طريقة للحل موجودة في المسائل الحياتية. هاي هي فكرة الموضوع. ننتقل إلى المثال الآخر.
المثال الآخر حسن عددي، فكرة نريد من الطالب بهذا الشكل. هنا أكثر من قاعدة موجودة في هذا المثال، هناك من يجاوب على السؤال وكأنه خطوة واحدة للتخلص من الإجابات الصحيحة. كل مثال في التطبيقات الحياتية يحتاج من المدرس أن يطلع على كل تفاصيل الموضوع ويوضحها للطالب حتى الطالب يصير عنده فكرة لماذا وضعت هذه الأجزاء. هنا حسن عددي، عدد مكون من رقم واحد، لو انقص من مربعه واحد لكان الناتج من مضاعفات العدد 10. لاحظ هنا وردت كلمتين مختلفتين في السؤال. الكلمة الأولى هي كلمة رقم واحد، وهنا قال العدد. إذن أكو هنا اختلاف بين كلمة العدد والرقم، على الطالب أن يطلع على هذه المعلومات البسيطة. الحل 0 1 2 نقاط. الحد العدد هنا، الحد الرقم 9 تسمى أرقام. من الصفر للتسعة تسمى أرقام، نقول الرقم واحد، الرقم 9. من العشرة فما فوق 10 11 إلى ما لا نهاية، هاي العلامة إنفينيتي، الطالب يطلع على بعض الرموز، تسمى أعداد. هاي المعلومة البسيطة اللي موجودة في السؤال. ما هي الملاحظة الأخرى؟ عدد مكون من رقم واحد، إذن هو من 9، لو انقص من مربعه واحد، نفرض العدد يساوي اكس، نفرض ان العدد يساوي اكس، نعرف الربع العدد مربعه يساوي لنا اكس تربيع. اذا عرفنا العدد يضرب في نفسه يصير عندنا مربع العدد. لو انقص من مربعه واحد راح يصير العملية بهذا الشكل، اكس تربيع ناقصا واحد يساوي. الملاحظة الثانية يساوي مضاعفات العدد 10. هنا كلمة المضاعفات يجب أن نفهمها. ما هي مضاعفات العدد 10؟ المسودة هنا بالجانب، مضاعفات العدد 10 هي 1 في 10، 2 في 10، 3 في 10. نستمر بهذا الجواب، لكن اللي يريد السؤال هو الآتي، أن يرتبط الموضوع بمن؟ بالمعادلة التربيعية. هنا راح يصير عندنا 8 في 10، نحتاج هذا الرقم 8 في 10 حتى يصير عندنا 80. ننقل الواحد للطرف الثاني يصير عندنا 81 حتى شكل الموضوع نفسه. يعني هنا كل الأرقام بس الرقم الأفضل لهذا الجواب حتى يعطيني عدد صحيح هو نختار العدد 80 اللي هو من مضاعفات العدد 10. راح يصير المعادلة بهذا الشكل، اكس تربيع ناقصا واحد يساوي 80، وانقل الواحد للطرف الثاني راح يصير الاكس تربيع يساوي لنا 80 زائدا واحد، يعني الاكس تربيع يساوي لنا 81. ناخذ الجذر التربيعي للطرفين، نطلع على الناتج 2 مع الجذر، راح يصير الاكس يساوي لنا زائد ناقصا 9، وراح يصير عندنا اف الاكس يساوي لنا موجب 9 وهو الجواب الصحيح، اور الاكس يساوي لنا سالب 9 يهمل. لاحظ الارقام هسه هنا ما بيها سالب، اعداد صحيحه. هذه هي فكره السؤال. كم موضوع اطلعنا عليها؟ اولا تعرفنا على الارقام، تعرفنا على الاعداد، كيفية نفرض العدد، مربع العدد، كيفية تكوين المعادلات من ألفاظ السؤال. ثانيا اطلعنا على فكرة المضاعفات التي نحتاجها في السؤال. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.